السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في قناتكم مطبخ ودبير أم جنان. إن شاء الله تكونوا كامل ملاح وبصحة وبخير وعافية. إن شاء الله تجوزوا يعني نهاركم مبروك. اليوم جيتكم بوصفة يعني هايلة بزاف، فيها فكرة رائعة جدا بالنسبة للناس اللي ما تقدرش تداوم على الوصفات الطبيعية. انا اليوم جيتكم بفكره باش تداوموا على الوصفات، باش تداوموا على يعني وضع الزيوت على الشعر تاعكم، واللي هي يعني فكره راح تفيدكم بزاف، راح تعجبكم بزاف. اتمنى انكم غير تتبعوا معايا الفيديو حتى الاخر وتتعرفوا على هذه الفكره. ولكن قبل ما نبداو في الفيديو البنات، نتمنى من كل واحد دخل عندي جديد للقناه يعني ما تنساوش تشتركوا في القناه، كذلك ما تنساوش تضغطوا على جرس التنبيهات باش يوصلكم جديد أم جنان. نبداو مع الوصفه تاعنا مع المكونات. اول مكون في الوصفه واللي هو راح نستعمل اول مكون اللي هو شامبو، اي شامبو يعني تجي على شعرك استعمليه في هذه الوصفه اللي تقدر اللي تستعمليه دائما يعني للشعر تاعك. هذه هي يعني البنات هنايا الفكره الرائعه اللي قلت لكم عليها، راح نستعملوا شامبو يعني اللي نغسلوا به الشعر تاعنا دائما. حندير ملعقه صغيره، اما بالنسبه يعني بالنسبه للكميه ماهيش محدوده، تقدروا تستعملوا على حساب الشعر تاعكم يعني طويل قصير. اما بالنسبه للمكون الثاني واللي هو زيت جوز الهند، راح نستعملوا زيت جوز الهند مع الشامبو. راح نديروا بالربع ملعقه من زيت جوز الهند، لان زيت جوز الهند يعني يحمي لنا الشعر تاعنا من التقصف، يحمي لنا الشعر تاعنا من التلف من التساقط، ويحمي كذلك الشعر المصبوغ. اما بالنسبه للزيت الثاني اللي راح نديروه كذلك مع الشامبو وهو زيت الخروع. زيت الخروع مفيد جدا لترطيب وتنعيم وحمايه الشعر، يعني يخلي الشعر لامع جدا جدا ويحميه من التقصف من التلف وكذلك من الجفاف، يعني وصفة خاصة بحماية الشعر من الجفاف. راح ندير كذلك ربع ملعقة من زيت جوز من زيت الخروع، يعني زيت جوز الهند كذلك ربع ملعقة، راح ندير نفس الكمية. أما بالنسبة للزيت الثالث واللي هو زيت اللوز، زيت اللوز مفيد جدا كذلك لترطيب وتنعيم والعناية بالشعر، يعني هو العناية الفائقة بالشعر. زيت اللوز، زيت اللوز يطول لنا الشعر تاعنا، يمنع من التساقط وينمي الشعر ويغزره، وبالتالي تطويل الشعر يعني راح تحصلي على شعر طويل وناعم. وكذلك في نفس الوقت تقدري تداومي على هذه الوصفه لانك راح تستعملي شامبو اللي دائما تغسلي به الشعر تاعك، يعني اثناء غسل الشعر تستعملي هذه الوصفه في بلاصه يعني البلسم، يعني شامبو تغسلي به هذه الشعر تاعك وبعد تضيفي هذه الوصفه وراء يعني غسل الشعر بالشامبو، يعني كل استحمام حتستعملي هذه الوصفه الرائعه جدا. والفكره الهائله انها راح تداومي على هذه الوصفه وراح تداومي على وضع الزيوت في الشعر تاعك وتحمي الشعر تاعك من الجفاف من التلف من التساقط من عده مشاكل، يعني خاصه يعني حتى الاطفال الصغار البنات الصغار تقدر تستعملهم. هذا هو الثلاثي الزيوت لازم يكون عندك في البيت تاعك، زيت جوز الهند والخروع وزيت اللوز، يعني ضروري انك تستعملي هاد الزيوت لبناتك ولا لنفسك ولا يعني هاد الزيوت مفيدة جدا للبنات، راح يفيدكم بزاف في ترطيب وتنعيم الشعر. وكذلك بالنسبة للبنات اللي راهم يحوسوا على شعر طويل راح يفيدكم. هذه هي الوصفة البنات، شوفوا كيفاش تحصلنا على البلسم تاعنا اللي خدمناه يعني غير في البيت، يعني وصفة هايلة بزاف، فكرة رائعة جدا. هذه هي البنات يعني بالنسبة لطريقة استعمال تحدثنا عليها، أنا نستعملوه وراء الشامبو في بلاصة البلسم، استعمليه كل استحمام، يعني كل استحمام استعملي هاد ولا كل مرة تغسلي فيها شعرك استعملي هاد الوصفة الرائعة جدا. يعني البنات هذه وصفة مجربة، شعرك يعني غير تغسليه راح يكون خفيف وطري، ماشي يكون جاف ويابس مهما كان الشامبو يعني استعمليه اللي يجي على الشعر تاعك. طبعا ماشي شرط انك تستعملي الشامبو اللي استعملته انا. هذه هي الوصفة البنات، من انها غير عجبتكم، اللي عجبتها الوصفة ما تنساش تخلي لنا لايك للفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الى اللقاء في وصفة جديدة مع مطبخ وتدابير ام جنان. دمتم في رعاية الله وحفظه.